السلام عليكم. الاسم الكريم زكريا خنديل، حاصل على اول معدل بجهه طنجه تطوان الحسيمه التعليم العمومي، نقطه 19.04 في شهاده البكالوريا. ويعني هذا الانجاز كيمثل لي واحد الفخر كبير في النفس ديالي وفي والديا وفي جميع الاطر التربويه اللي ساهموا في هذا الانجاز ديالي. كنبغي نشكرهم كاملين من هذا المنبر. وثانيا كنقول بان هذا الانجاز بالنسبه لي كان يعني غيكون حافز للمسار الدراسي العالي ان شاء الله يا ربي، التعليم العالي. وان شاء الله شنو باغي تعمل في التعليم العالي؟ كنفكر ان شاء الله في السنوات المقبله انني نتوجه لمجال الهندسه، يعني الهندسه المعلوماتيه، الهندسه الصناعيه وما الى ذلك. وان شاء الله يعني كنشوف بان المسار ديال الهندسه انه هو اكثر واحد يوفق ان شاء الله في المسار. نعم، وهذا الانجاز ما كيجيش سهل، يعني بالنسبه لك انت شنو هو الجهد اللي درتيه خلال السنه الدراسيه كامله؟ الظروف ديال الاستعداد اللي دازت؟ بالضروره كيكون الانجاز ما كيجيش على يعني بالصدفه، ولا يعني كتكون واحد الخدمه طوال السنه، كتكون واحد المثابره يعني من اول السنه كيبدا الانسان كيخطط. يعني اي واحد باغي يوصل لشي هدف كيكون حاط واحد الخطه ديالو عن بعد، يعني ما يجيش سهل اخر العام مثلا وعادي بدا يبريباري الامتحان ديالو. هذا الانسان خصو يمشي درجه بدرجه، يعني كما كنقولوا خطره بخطره كيحمل الوان، يعني شويه بشويه حتى كيوصل الانسان للدرجه اللي كيبغي. وكنبغي نوجه يعني في الحياه الدراسيه هناك يعني النجاح وهناك الفشل، هناك بعض التمل يعني اللي سواء كيكون عندهم استدراكيه وكاين اللي كيفشلوا في الحياه الدراسيه ديالهم. يعني بهذه المناسبة شنو كتوجه لهم؟ يعني الرسالة اللي كتوجه لهم التجربة ديالك انت اللي يعني النجاح ديالك بالنسبة للتلاميذ اللي يعني ما كيتوفقوش انهم ينجحوا ويجتازوا المستويات الدراسية ديالهم، كنبغي نوجه لهم رسالة بأنه قرايتك هي اللي غتنفعك. يعني زير قرا مزيان، بدا البروغرام ديالك، واكم على السيل ديالك من الأول درجة بدرجة بشوية عليك. ويعني الانسان ما يغفلش على قرايته، يشوف شي دومين اخر مثلا، يمشي مع صحابه ويمشي مع اللي داه ويسمح في قرايته هذا، ويقول صافي القرايه ما غتوصلني فين. بالعكس القرايه هي اللي كتعطي قيمه للانسان. بالعكس يعني كل ما كان عند درجه التحصيل ديالك الدراسي اكبر، كل ما كتكون ان شاء الله يا ربي متوفق للمستقبل ديالك. كنبغي نوجه الدراري ديال الاستدراكيه وبالنسبه للدراري اللي متوفقوش في النجاح ديالهم انهم يعني يزيدوا من المجهودات ديالهم، يكتفوا من المجهودات، ان شاء الله يكون غير الخير ان شاء الله. وشكرا.